فاش شنو هذه خو هذه بوفا شي بوفا بوفا شنو البوفا واش ما تعرفهاش الدراما يبارك الديناصور خرج من المقرقعه غيمشي للماريو عند صاحبو التمساح اللي كيف التوني ديال لاكوز اللي خديته البارح ريح هادشي السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على واحد المخدر اللي ولا خطير مؤخرا في المغرب، وشنو هو الاسباب ديال الخطوره ديالو. هو انه كيقدر يؤدي المستهلك ديالو للموت. فشنو هو هذا المخدر؟ هذا المخدر هو عباره عن حبوب بحال شكل حبوب السكر. فهاد الحبوب السكر كيتم الادابه ديالها في واحد القنينه قرعه بالمصطلح المغربي. فهاد القرعه كيحاولوا انه يديروا فيها السلوفان في الفم ديالها، وداك السلوفان كيحاولوا انهم يتقبوه، وكيديروا واحد التقبه في الجنب ديالها كيخشوا فيها بحال شكل الكارو مثلا اللي هو السيجاره. فهاد السيجاره كيحاولوا انهم يستهلكوها بواحد الطريقه اللي كتحاول كتشم الادابه ديال السكر كيتخلط لك مع الكارو مع النيكوتين شنو كيكون فيه. فهاد الفيديوهات اللي غادي نرصد لكم واحد الشخص كيفاش كيتكلم على هذا المخدر بصفته كمستهلك المخدر البوفا. واش منين باتي الدريات هادي؟ كلشي كيدير هادي كثر من الكارو حشيش. كارو حشيش؟ كارو حشيش كيبان دبانة ما بين هادي. ديالها؟ شنو سميتها يا خو؟ هذيك بوفا هذيك. هادي اللي ولا بوفا؟ لا العاملة. ديال الموسخة. وهذا المخدر اللي سميتو البوفا فانتشر في أمريكا. ولكن الانتشار ديالو حول المغرب كان غير في هذه السنوات مؤخرا، حيث انه من 2021 بدا كينتشر لدرجه انه دابا مؤخرا ولا موجود في المغرب بحال شكل القنب الهندي ومجموعه من المخدرات اللي كتشابههم. فهذا المخدر منتشر في امريكا منذ سنين عديده، بحال كيف ما في المغرب منتشر القنب الهندي والاستهلاك ديالو فكذلك في امريكا منتشر. وفي هذا الفيديو غادي نرصد لكم النساء ديال المغرب كيفاش كيتجاوبوا مع الصحافه، شنو كيبان لهم ديال هذا البلان ديال البوفو، كيفاش كيتكلموا على الابناء ديالهم حول هذا المخدر الخطير. انا من الناس المهددين من الناس ديال البوفا. انا مهدده كنيتي شكل حليمه من عائلات القاب تتزعزع باش يصيفطوني للحبس. هاد الزنقه 30 جيو لها في الليل وتفرجوا الدريات ضايع. لا نوفيل جينيراسيون ما غاتطلعش، الشباب ما غيطلعش، غيبقى تحت من الارض، غيبقى عبد ديال البوفا. علاش؟ حيت بقاو فيه الدريات ديال البوفا. كاين هنا الصف اللي مشى لقني يديهم، اللي ما جاي تقلب على بنتها، اللي دري جاي باس يطلب مني دري 1000 فرنك باش كمل 4000 200 درهم البوفا نقطه. او واش هادو تستاهل؟ فإذا كنتي أول مرة تشوف فيديوهات ديالي حاول أنك تدير لايك وتشارك معايا فلاشين باش يوصلك فيديوهات جديدة ديالي، ولما لأنك تدعمني باش نحاول نغوص في مواضيع جديدة، نجيب لكم فيديوهات، نجيب لكم آراء ديال الناس، نجيب لكم أي موضوع نعالج لكم بواحد الطريقة اللي تفهموها. ونتلاقاو الأصدقاء في فيديو جديد. كان معكم عبد الرزاق توفيق، إلى اللقاء الدراري.